السلام عليكم. يحكى أن أحد الأطفال كان لديه سلحفاة صغيرة يطعمها ويلعب معها، وفي إحدى ليالي الشتاء الباردة جاء الطفل سلحفاته فوجدها قد دخلت في غلافها الصلب طلبا للدفء، فحاول أن يخرجها فأبت، فضربها بالعصا فلم تأبه به، صرخ فيها فزادت تمنعا، فدخل عليه أبوه وهو غاضب وقال له: ما بك يا بني؟ فحكى له مشكلته مع السلحفاة، فابتسم الأب وقال له: دعها وتعال معي. ثم أشعل الأب المدفأة وجلس بجوارها يتحدثون. ورويدا رويدا إذ بالسلحفاة تقترب منهم طالبة الدفء، فابتسم الأب وقال: يا بني، الناس كالسلحفاة، إن أردتهم أن ينزلوا عند رأيك فأدفئهم بعطفك، ولا تكرههم على فعل ما تريد بعصاك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. يومكم سعيد.